الحديدة كلمة السر التي أنهكتها ميليشيا الحوثي، والمعارك الدائرة في أجزاء واسعة من المحافظة الأشد معاناة وفقرا منذ بدء المواجهات الدامية على امتداد مديرياتها الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد. استخدمت الحديدة كورقة من قبل جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، ولكل طرف غايته التي يبحث عنها هناك، ولا تنسجم خيارات كل طرف مع ما يريده أهالي المحافظة المطحونة بالأمراض والأوبئة. بكثير من الألم والدماء تدفع الحديدة فاتورة باهظة الثمن منذ ما قبل اندلاع المواجهات حولها، حين تم تصنيفها كإحدى أكثر المناطق التي يعاني سكانها من انتشار المجاعة وسيطرة الأمراض والأوبئة على أجسام أبنائها. الدعوات الأممية بضرورة وقف العمليات العسكرية في الحديدة لم تجد لها آذانا صاغية، حيث ارتفعت وتيرة المواجهات فيها ووصلت إلى مداخل المدينة. أصوات المدافع والاشتباكات باتت تحجب أنين الضحايا الذين ترتفع أعدادهم ويفقدون حياتهم ووظائفهم ومنازلهم ويفرون باتجاه المجهول دون أن يذكرهم أحد حتى ولو بشكل عابر. المواجهات العنيفة ألقت بظلالها على المدينة وسكانها الذين تستخدمهم ميليشيا الحوثي كدروع بشرية، ولم يعد أحد يقوى على النزوح خارج المدينة التي نزح منها في وقت سابق عشرات الآلاف من المدنيين. استخدمت ميليشيا الحوثي المدفعية في قصف القرى والأحياء، وقامت بتلغيم الشوارع وقطع الطرقات، فيما تقدمت القوات البرية المدعومة من التحالف بغطاء كثيف من الطيران. شهود عيان في المدينة قالوا إن طوابير كبيرة بدأت بالاصطفاف أمام محطات البنزين بحثا عن المحروقات، فيما أدت المواجهات لإغلاق المنطقة الصناعية بالكامل والممتدة من منطقة كيلو 4 إلى كيلو 18، وهي المنطقة التي تحوي عشرات المصانع والشركات والتي تؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من العاملين. تبحث الأمم المتحدة عبر موفدها عن وسيلة للضغط على ميليشيا الحوثي والتحالف على حد سواء من أجل إعادة الحياة للتسوية السياسية التي ولدت ميتة في جنيف، وذلك من بوابة الحديدة. الفيل في الغرفة عبارة أطلقها المبعوث الأممي في جنيف بعد تعثر عقد مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية جراء امتناع وفد ميليشيا الحوثي عن الحضور إلى جنيف، عبارة اختزلت كيف أن العالم لا يرى في الأزمة اليمنية غير فيل يجب إبقاؤه داخل غرفة العناية المركزة.